السلام عليكم الأصدقاء والصديقات. فلاشين ديالكم يوتيوب عزيز فلوغ. المهم اليوم جبت لكم واحد الخبر، حطوه غير لو 3 جانفي 2019، يعني البارح ولا البارح. المهم حطوه هاد الخبر في لو سيت انترنت تاع الغوفرنمون تاع كندا، يعني في الفيدرال. هاد الخبر هذا كيهم الناس اللي غادي تجي لكندا قريبا، ولا كتوجد انها تجي لكندا. مهم، وهاد الخبر مفاده ان الغوفرنمون تاع كندا، الحكومه الكنديه، غادي دير غادي تحل دي فورنيسور دو سيرفيس، يعني دي زورغانيزم غتحلهم في كلكو بيي في لو موند. راه ديجا سا اكزيست في دون كلكو بيي، منهم لا الشينوا، ومن بعد هما بداو بالشينوا هادي شحال. والمهم كلكو بيي ازياتيك دابا غادي يحلوا ان كلكو بيرو دون دوتر بيي، وبينهم المغرب كوم ان بروجي بيلوت. هاد لي بيرو اش غادي يديروا؟ الخدمه ديالهم هو انهم يعاونوا المهاجرين الجدد اللي غادي يجيو باغيين يجيو لكندا. هنايا غادي يعاونوهم كيديروا دي طريقه الاستقرار، توت لي كما كنقولوا فورنير دي سيرفيس ديتابليسمون او نوفو زاريفون، يعني الناس اللي باغيين يجيو لهنا لكندا غادي يساعدوهم باش يستقروا في لي بروميي با، باش يستقروا في كندا. وبين هاد لي فورنيسور دو سيرفيس، الدوله تاع كندا اختارت واحد فورنيسور دو سيرفيس تاع نورغازيز كي سابيل سوكسيس. سوكسيس هذا غادي نحط، المهم دون تو لي كا غادي نحط لكم لو ليان نتاع الغوفرنمون تاع كندا فين بان هذا الخبر. وغادي نحط لكم هاد لو سيت انترنت تاع هاد لورغانيزم هذا اللي سميتو سوكسيس. وهاد كما قلت لكم هاد لورغانيزم كي سابيل سوكسيس غادي يعاون، كاين بليزيور كاتيجوري اللي غادي يعاونهم. منهم كان دوك لي اسو لي غادي يديروا دوك لي ميغراسيون ايكونوميك كما كنقولوا حنا، لي ترافايور كاليفيي، هادو غادي يعاونوهم. كاين داك روغروبمون فاميليال، يعني اللي كيدير داك الشيء تاع روغروبمون فاميليال، يعني جمع الشمل، يعني الواحد الا تزوج ولا المهم بغى يجيب شي واحد ما بلادو يقد يجي يقدو يعاونوه. كاين لي فرانكوفون، حتى هاد القضيه تاع لي فرانكوفون دخلينا في هاد القضيه تاع هاد لي زورغانيزم، يعني لك كنت فرانكوفون يقدو يعاونوك تدخل في هاد المساعده، يقدو يعاونوك. وحتى لي ريفوجي، على ما شفت في لو سيت كاين حتى لي ريفوجي يعاونوهم، اللي جاي ريفوجي يقد ياخد لي سيرفيس ديال هاد لي بيرو تاع الفورنيسور دو سيرفيس بحال سوكسيس. وفي هذا الاطار الخوت، في هذا الاطار الغوفرنمون تاع كندا حسب لو سيت انترنت تاع الغوفرنمون اللي حط هذا الخبر، اون باسون منين الغوفرنمون تاع كندا يحط شي خبر راه سير، راه ماشي سير، راه يعني كيحطو تاع هو لو سيت تاع الغوفرنمون تاع يعني موثوق منه. الور واش بغيت نقول لكم هو ان الغوفرنور تاع كندا غادي يعاون هاد لي فورنيسور دو سيرفيس اللي منهم هاد سوكسيس، غادي يعاونهم الغوفرنمون تاع كندا ب دو ان فينانسمون دو 22.4 مليون دولار باش يعاونوا المهاجرين الجدد اللي غادي يجيو لهنا لكندا. وباش زين هاد الخبر الخوت، علاش؟ لاني مغربي وكنهضر مع المغاربه وكن، المهم ماشي غير المغاربه، كاين لي الجيريان لي تونيزيان اللي متبعيني في لاشين. مي هاد الخبر باش المغرب مزيان للمغاربه، لان البيرو غادي يحلو كما قلت لكم ان بيرو او ماروك في المغرب، كيبان لي في شمال افريقيا البلد الوحيد اللي غادي يحلو فيه. وحتى دون توت لي بيي عرب، جو سي بو واش كاين شي ان اوتر بيي عرب، شي بلد عربي اخر غادي يحلو. مي
بور لو مومون كيهضروا غير على المغرب اللي غادي يحلوا فيه كوم بروجي بيلوت، يعني بروجي بيلوت يعني حاجة جديدة. يعني المغرب غادي يكون هو اول بلد تقريبا عربي في شمال افريقيا اللي غادي يكون فيه هاد البيرو هذا. ويعني قضية اخرى انه غادي يسهل المأمورية على المغاربة اللي باغيين يجيو لهنا لكندا. هاد الشيء ما كانش في الوقت ديالنا الخوت، وكانت نتقاسموا معاكم هذا الخبر لانه غادي يفيدكم. الناس اللي غادي يجيو لهنا لكندا غادي يقدوا قبل ما يجيو لكندا يمشيو لهاد البيرو هذا. حتى الان انا ما عارف فين غادي يحلوها الخوت، دايرين باللي المغرب غادي يحلو في هاد الان بيرو نتاع هاد سوكسيس، مي بور لو مومون انا ما عارفش اي مدينه، ولا بلا ما تقسيوني ما عارفش المدينه بور لو مومون فين غادي يحلو. ويلا بغيتو تيقنوا من الخبر تقدو باش تعرفوا، تقدو تعيطوا لومباساد تاع كندا في المغرب في الرباط ولا في كازا ولا، واتصلوا بها لو تيقنوا اي مدينه وهي بلاصه غادي يكون فيها هاد البيرو تاع السكسيس. مي سي سور غادي يكون في المغرب، سي سور غادي يكون شي حاجه في المغرب لحقاش الغوفرنمون تاع كندا صرح بها باللي غادي يحلوا. وكما قلت لكم غادي يحلوا في دون دوتر بيي هاد لي بيرو دو سيرفيس، بينهم كاين فلاشين اون اند يعني في الهند، في الفلبين، اي ان بروجي بيلوت كما قلت لكم قبيله، ان بروجي بيلوت غادي يحلوه اون فرونسي سوغا لونسي او ماروك يعني في المغرب اون فرونسي. الور هذا كما قلت لكم خبر سار ومفرح للمغاربه، غادي يسهل عليكم بزاف تاع الحوايج وغادي يعاونكم. غادي كاين بزاف تاع كما قريت هنا في الخوط، غادي كما قلت لكم غادي نحط لكم لو سيت فين حطوا هذا الشيء ومفسرينه. من بين لي سيرفيس اللي كيحطوا سمحوا لي كنقرا في اون ميم طون في لاباج انترنيت، غادي نحاول نفسرها لكم غير بشويه، ما نقولش كلش، ما غادي نحاول نفسر لكم هذا الشيء بالعربيه. الحاجه اللي غادي يوفر هاد البيرو هذا في المغاربه هي لي كليون اللي غادي يجيو لكندا، غادي يدير لهم لانفورماسيون، يعطيهم لانفورماسيون ديريكت، غادي يعطيهم لاكسي فاسيل ا لانفورماسيون اي او سيرفيس دونت ايزون بوزوان اي ان بروسيسوس سامبليفيي اي كونفيفيال. يعني داك الشيء غادي يكون سامبليفيي يعني ساهل، يسهلوا الماموريا داك نتاع لانفورماسيون كلش. دوزيام شوز اون فورنيسون دي سيرفيس افون لاريفي اون فرونسي، يعني الواحد قبل ما يجي غادي يفسروا لك لي زانفورماسيون لي سيرفيس اون فرونسي دون لو كاد دان موديل دو بارتناريا دو كولابوراسيون. تخوازيام شوز الحاجه الثالثه اون اوفرون دي سيرفيس دومبلوا جينيرو، يعني هذا في السياق العمل يقدروا يعاونوا في دون لي سيرفيس دومبلوا جينيرو يعني في العمل وليي اون ريجيون. يعني الا بغيت الواحد يمشي لشي بلاصه سبيسيال يقدروا يعاونوك باش تانستالا. وكاين القضيه تاع ريجيون او اون بروفيسيون افان دا كرواتر لي بوسيبيليتي دومبلوا، يعني هما غادي يحاولوا باي طريقه يسهلوا المأمورية على داك الانسان اللي غادي يجي لكندا باش يخدم في اقرب وقت، يستقر ويخدم في اقرب وقت. لحقاش هذا الشيء كتكون بوزيتيف حتى لكندا، لحقاش بنادم كيولي بروديكتيف كما كنقولوا. اون انكوراجون لي نوفو زاريفون افير اون دوموند دو بيرمي ديكزيرسيس افون لو اريفي او بوزوان، يعني بنادم الا كان باغي يخدم يقد يدير ديك دوموند دومبلوا ديكزيرسيس، يعني قبل باش يكون عنده الحق يخدم قبل ما يجي لكندا. يعني يكون في المغرب يقدر يدير ديك لا دوموند، هما غادي يعاونوك يدير لا دوموند في دوك لي بيرو اللي قلت لكم تاع سوكسيس اللي غادي يحلوا في المغرب. اون نيغويون لي كليون فيغ لي سيرفيس ديتابليسمون فيديرو اي بريفانسيون او كندا، يعني غادي يوجهوا الناس اللي غادي تجي لكندا، غادي يوجهوكم يوجهوهم فيغ لي سيرفيس ديتابليسمون فيديرون تاع الفيدرال وتاع البروفانسيال. يعني المهم كاع هاد الشيء هذا الواحد غير غادي يكون واجد، المهم باغي يجي لكندا عنده الفيزا، تقبل في الفيزا وكلش، عطاو الفيدرال عطاك الفيزا، غادي تمشي تشوف هاد البيرو هذا وهما غادي يعطوا لك
كامل لي زانفورماسيون غادي يعاونوك باي بكل الطرق. المهم هاد لي سيرفيس صفات اكسبري بور سا باش يعاونوا المهاجرين الجدد اللي غادي يجوا لكندا في البلاد في بلاد ديالهم تاع بحال المغرب. الوغ قبل ما يجيوك غادي يسهلوا عليكم الوضعية. المهم الوضعية المهم كاع لي هاد الحوايج اللي قلت لكم. المهم الاخوت هاد الشيء ما كان كما قلت لكم غادي نحط لكم لو سيت انترنت نتاع الغوفرنمون كندا فين بان هذا الخبر، وغادي نحط لكم حتى لو سيت انترنت هاد هاد الاورغانيزم اللي غادي يعاون المهاجرين الجدد اللي هو سميتو سكسيس. غادي نحط لكم لو سيت انترنت ديالو، وكي راه دخلت له راه فيه كاع اللغات. الا بغيتو تقراو داك الشيء ديالهم راه مكتوب كاع اللغات، كان حتى العربيه، كان العربيه الفرنسيه الانجلي، المهم كلش اللغات اللي كانت اللي كان في العالم راه كاينه. المهم اللي الواحد اللي كيهضر بالعربيه يقد يكليكي غير على اراب عربيه، ولا اللي بغى يقرا بالفرنسيه يدير بالفرنسي. المهم الخوت هاد الشيء ما كان، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. كما قلت لكم فوقاش ما كان الجديد نتقاسمه معكم انا، ونتمنى هاد الفيديو هذا يفيدكم. والمهم باش تعم الافاده نتمنى الناس كاملين يبارطاجوا هاد الفيديو هذا مع الاصدقاء، مع فيسبوك، مع انا في انستغرام، تبارطاجوه مع الناس كامل وباش تعم الفائده والناس كامل تستنفع. مهم الخوت الى عجبكم الفيديو ديروا لايك ولا ايمي جيم وبارطاجي، واللي مازال ما تابوناش في لاشين ايت ابونا. وهاد الفيديو هذا راه الخوت درتو غير بالتليفون لحقاش كان ما كانش معايا الاورديناتور، قلت نتقاسم معاكم هاد الخبر في اقرب وقت ودرتو بالتليفون على هاد القضيه هادي. الوغ الخوت غادي نحاول نديرو اون لين هاد الليله هادي في نتاع لو كات، يعني نتوما غادي يكون عندكم لو 5 جانفي غادي الى شتوه. المهم تهلاو ليا في ريوسكم وبالسلامه.